هي تدور. الله عليك سرعناهم. الله عليك. تعطلتي تعطلتي. يلا خرج من اللوطه لان اصلا جعان. السلام عليكم اخوان، تحيه لكم. مرحبا الف مرحبا، رقم الزاز شنو هذاك خذ اللايك، شوفوا لنا البلاد اللي تفرجوا فينا فيها، اي بلاد دوله كتبوا اي تعليق. مرحبا بكم اخوان. دابا غنمشيو عند الاخت المغربيه والاخ المغربي، غنقلبوا الى الكره. زاهي زاهي ناس دراوش، مرحبا بكم. شدوا الطريق عند المغربيه، تتسناو بيوم الصباح. مرحبا بكم، تحياتي اخواني. دابا انا وصلت الاخوان للبلاصه اللي قلت لكم انا هنايا، ولكن تنقلب. قالوا لي قالت لي الدريه، باغي نتلاقاو مع الدريه. واقيلا راهي 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 الاخوان، راهي واقفه لي انا، غنمشيو عندها دابا. يلا نمشيو، يلا نمشيو نتلاقاو معنا، نبقاو عندنا ونتلاقاو. هي تدور. الله عليك، اجي اجي اجي، شفناك شفناك. يا الاخوان صافي، سرعنا التواش، سرعناهم 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 سرعناهم. الله عليك. يا الاخوان معنا حسنة. سلام. تعطلتي تعطلتي. يلا خرج من اللوطه لان اصلا جعان كنيشان. اضرب صوت مرتفع باش. يلا خرج من اللوطه جعان كنيشان. سير على الله. خير كتصبحتوا بخير مزيانين. تحياتي الاخوان، غنصايبوا الامور ديالنا دابا الاخوان في المنطقه اللي سميتها هيبوبليكا، البلاصه ديال هيبوبليكا الاخوان. خليكم بالاجواء ديالها وغنمشيو للبلاصه الثانيه اللي غنتلاقاو معها في الاخ الصديق المغربي الاخر. بقاو معنا مشوشفين، بقاو معنا في هذه الاجواء. السلام عليكم. جينا الاخوان من بعد ما تلاقيت مع الاخت حسنة، دابا درنا مع الاخ المغربي اللي سميتو الياس. ياك اخوان دابا راه هو لهي، راه هو الاخوان في المريح قدام الشلالات، اجواء زوينه، راه ما شافناش. يلا نقرروا حداه بشوي بشوي. يلا اخت اخت حسنة، والاخت حسنة ديما معانا. هو دابا شافنا. هو وفين هاني؟ تعطلتوا الصباح ما تنسول. وي تعطلتوا عليا. تحياتي يا الاخوان. اخ الياس مريح الشلاله، تبارك الله الروعه زوينه. الله يطويني تبارك الله. ها انتوما اش بان لك في هذه المنطقه هذه؟ بزاف اخويا ما نقدرش نوصف. دابا تحب راسك في اوروبا هذه البلاصه هذه. بزاف تبارك الله ناضر. هما اللي خارجين عليهم هذوك اللي تينعسوا في السريع. والاخت حسنة اش بان لك حتى شي هي بهذه الاجواء؟ زوينه هذه البلاصه. الله الروعه الروعه تبارك الله. دابا حنا الاخوان غنهبطوا نشوفوا شنو نديروا، لان بقى عندنا شحال ما يدار. عندنا بزاف ما يدار، بزاف ما يدار، بزاف بزاف. وخذ خذ الاح حسنا تتفكر انها خويا ساو باولو. كان عايش الحالات الاخيره ديال ساو باولو، خاصني نسافر ضروري. دخلوا عندنا الخوت في الصفحه، غنكون داير اللايف تما وغنشوفوا شنو هو. وغادي نخليو غادي نخلي لكم زعما مفاجاه فين مشيت، حتى نمشي ويقول لكم سير على الله. والاخ الياس راه ديما معانا، حتى هو يقدر حتى هو يخول ساو باولو. كل واحد كيمشي يدير ليه الله، ولكن حنا دابا معاكم تيدي الله الشاوي المرحبا. ولكن الاجواء زوينه والله الصراحه. باش تلاقينا بعدين مابقيناش باغي نخول ساو باولو. الله يخليك الصحه اخوان. والاخ الياس حتى هو شوف حلال بويز. الاخوان خليكم مع الاجواء هذه، نفضلش معاكم هذه الاجواء. تحياتي، بقوا معنا. السلام عليكم، بقاو معنا. حنا راه غاديين تندورو. هي الاجواء هنايا في هاد المحلابه. لا راه البصله 40 البصله 40 ريال، البصله 40 ريال، الكحله بصله.
هانتوما الاخوان هاد المنطقة راه زوينة هنايا، الله كان صايبوها هادي. هنا في الدار الاخوان الكرنفال وكل شيء هنايا، كاع الحفلات ديالهم في الدار هنايا. تحياتي لكم. والاخت حسناء هي ورايا. اخواني ها واحد داير رموك صايقو غادي. صايق رموك وغادي شتي تيمشي بالضو هذا ياك. اه غادي ببيتري. اه صحاب السيطة ديالهم، صحاب السيطة هما شتيهم. اخوان حنا غاديين دابا راه مقاتلين طالعين مع واحد الطلعة. غاديين فين غاديين اخوان؟ غاديين غاديين لا لا تصور بوشك. غاديين غاديين اخوان دابا المنطقة فين تي يسكنوا. وهي الاجواء الربيع، الربيع القزبر. حي الطالون بانت حي الطالون. اه يا الاخوان حي الطالون بس الصنداله. اوه هات صورني صورني انا صورني. اوه حنا يا الاخوان غادي ندافعين هوندا دافعينك. يا الاخوان لا لا الروعه الروعه. تحياتي العز العز ونصر مرحبا بكم. اوه كيف قلت لكم الاخوان انا الاخت راه كل واحد بغى يمشي يشد البلاد. الاخت راه حاصله واحد الحصه كانت شي معاونه الله يرحم الوالدين. اه حاصله ما عندهاش اخوتي فلوس كام ما عندهاش لا الفلوس كامل الا الفلوس ديال المركب. شرحي شرحي لنا شرحي لنا شو واش تلوح اليوم اليوم ولا الا مشيت للدار مكاين تلوح اليوم؟ الا تلاح اليوم الفلوس عندي كاملين ديال المركوب، ولكن خاصني واحد العيبه ديال الهوستل اليوم. الا تلاح اليوم شي مساعد شي مساعد. شنو يا اخوان؟ كيدوي معايا لان كانت باغا تمشي للمدينه اخرى الاخوان فهمتيني؟ او معانا العزه مصر شرق الصحراء. اخواني هي قالت لينا غنمشيو للمحطه وغاتبات في المحطه، ولكن واش حماق خلك دور لي دور لي. دابا انا التليفون ما عنديش وخاصني ندوي مع العائله اللي انا غادي عندهم. دونك اليوم كنت باغا نمشي نبات في المحطه وغدا عندي الكار مع الوحده، ولكن رياس قال لي ما يمكنش نخليك زعما دريه وداك الشيء باش في المحطه. ايوا غدا وناخذ الكار مع الوحده. اخوان الله يدير الشاويل، لكن البرازيل راه ما ساهلاش من الاخر. البرازيل راه ما ساهلاش. المهم الاخوان لا لا الرجال وما ساهلاش ليهم والله راه مقال عيالات. اللي كاين في البرازيل اللي كاين في البرازيل يدخل عندي انستغرام حسني يقوت يلا غنصيبكم، والا كانت شي خدمه ولا شي حاجه يقول لي وفين ما كانت نمشي لها. الاخوان هي دابا في ساو باولو. انا حاليا في ساو باولو وباغا تمشي لواحد المدينه، ولكن خليها لك عشان نقولها لكم ما بغاش نقولها دابا باش ييسر الله. ولكن المدينه انا صح ما تمشيش ليها بعيده بثلاث ايام. ثلاث ايام ويلي الخلا خلا وما خلا احسن لك ساو باولو الا كنتي غتبقي في البرازيل. علاش؟ لانك دابا تي جديده. انا تنصحك تبقي ساو باولو بالنسبه لك تي جديده، اما انت باقا ما جديداتش. تنعرف بزاف الناس ما جدادش ومشاو لمدن اخرين وما تعرفوش فيهم بزاف الناس، تتوقع لهم شي مشكله تيتحنسوا تما. لان ما كاينش ما كاينش جمعيات، ما كاينش فين الاماكن ديال الكره بزاف، ما كاينش خدامي، ما كاينش بزاف فهمتيني. هذه نصيحه انا غنقولها قدام الناس. لهذا انا تنقول لك اللهم اول حاجه المهاجر يجي للمدينه الكبيره في البلاد. دابا المدينه الكبيره في البلاد هي ساو باولو. هي من بعد وين تمشيو فيه وتمشيو تمشي في البلاد وتعرفي، هي من بعد لو بغيتي تمشي شي مدينه اخرى تمشي. يا اخوان حنا دابا حنا مقاطعه الدار ساو باولو شتا بريفيتور دو ساو باولو معلم، هذا هو العماله ديال ساو باولو اللي حاكم ساو باولو الوالد ديال ساو باولو كاين هنايا شوف. والاخ هنايا حتى هو كان بغى يمشي لمدينه اخرى ولكن حتى هو قلب وجهه فهمتيني. لان ساو باولو غتقاد فيها الوريقات ديالك، غتصايب فيها بزاف الامور اللي ساهل تصايبهم هنايا فهمتيني. راه كاين شي اشياء في شي مدن خاصك تمشي لهم حتى ساو باولو تقادهم وترجع. علاش؟ لان ساو باولو واحد المدينه كبيره بحال قلتي كازا. دابا كازا فيها كلشي. والاخت هي راه حنا قلنا ليها وهي غتشوف اللي غتفكر. هي اصلا قالت لي الا مشات لهاد المدينه الا موقع الا ما يسرش الله ما تقولهاش ما تقولهاش صافي خليها غتخلي لكم مفاجاه. هانتوما الاخوان هنايا راه تيرموا في داكشي ديال المباني. انا تنصح انا بعض الناس ما غيتفقوش معايا في البرازيل، ولكن انا تنصحكم اول حاجه جيتي للبرازيل جي ساو باولو هي الاولى. تا تعرف فين غتمشي وتجي ودير وبانت القضيه في الخدمه ما لقيتيش شي خدمه، هي توكل على الله شي مدينه اخرى. لان شي مدينه اخرى كيف الرقص اللي دار ربي كل واحد ورقص في المكان. هنايا الخوت الادارات هنايا ما كاينين مقرفطين
البورصه البورصه ديال البرازيل الشيخ يا شيخ سير زاهيه. بقاو معنا الاخوان يلاه نتلاقاو في البلاصه غادي معاهم اخوتي انا عندي الحديد حتى نوصلهم ونرجع للدار. الحديد حديدي ومريقلو بيدي. السلام عليكم واخا الفران تضرب ها هو. السلام عليكم اخواني. وصلنا الاخوان للدار من بعد ما الاخت حق صافي اكدت انها باغا تمشي لاخوت واحد مدينه اخرى. الله يسهل عليها احسن حاجه شي وحدين تعرفوها هذاك الشيء علاش احسن حاجه. والدري راه قال لك لا يستر لي الله في مدينه اخرى بدي تيهضر معاها في واحد الخدمه اللي يستر لي راه تاهي مزيان الله يسهل عليه. بغى يصيب الوراق ومن الاولين ومن بعد يمشي. تحياتي لكم الاخوان وحنا راه دايرين جهد بالناس يقول لك بقى راه تنوقفوا مع الناس ضروري اخوتنا هاني انا بلا ما تقولوها لي انا بلا ما نجي نبقى نبين لكم انا ما تنعرفش كاع نعرف نصور هادشي ما تنعرفش نصور وما تنعرفش نبين. تحياتي لكم الاخوان تنسوا لايك وتبارطاجينا والعز نصر عشاق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.